سامكو دستور قناة دستور على اليوتيوب. معنا النهاردة قوات الدفاع المدني السعودي جيم ريفيو. عاوزك تشترك القناة واضغط لايك والله انت الفيديو. بدأنا الفيديو قوات المملكة العربية السعودية دولة أسطورية الله حفظ بها الحرمين الله عز وجل. قوات الطوارئ السعودية قوات من خاصة نتكلم كلام في الأول الشيخ وسيم دولة قوتها لأن الله يعلم أن هذا الشعب كفيل بحماية سيارة الأباتشي حيث يجعل الرسالة الله أعلم يعلم أن هذا الشعب سيارة القوات الطوارئ شو بيعمل عن الاقتحام ازاي نطلع العربية من العربية وشال اللي بتعمل ده شوف واو واو شوف ماسك الواد ده راح ننزل في العربية على طول واو قوات خاصة كفاءة عالية في التدريب شوف النار يعني النار وجدت عليه برضه شوف واو واو ساكت العربيات عشان يبقى الناس المهمين كل الرئيسة وحاج جاي سفير من برا عشان لو حد يتعامل معاه يكون هو بيعرف يسير وكده يعمل حركات عشان يتعامل مع حد فعملت اقتحام منورات دي مدينة دي تحت العرض صالة العرض العسكري دي صالة العرض العسكري شوف القوات شوف الدبابات الدبابات الحربية كلها منورات وتدريبات مثل قوات الطاقات العسكرية والطيارات طيارات التدريب الوردية والطيارات الحربية وكانت الصواريخ طيارات الأباتشي الأمريكية تسليح مرة عالي لك تدي نازلة من حمل الطيارة كلها تدريبات عشان ينفع الجاهزية في الجاهزية التامة لأي حرب واو الطيران يكون منورات مستعدات لأي حرب القضاء على الميليشيات الإرهابيين شوف عملت اقتحام لواحدين جوا السيارة كده عملت اقتحام جوا السيارة واو شوف الدبابات شوف الدبابة عامل ازاي دي ده جنب الصواريخ المدفعية دي الصواريخ التصوير البطيء واو يكون التصوير البطيء واو شوف الصواريخ برضو ده يا جماعة التصوير الليلي. خصوصا الشركة ناس 1000 اشتركوا ضغط لايك ناس اكبر